كوكو لي في جيسبر تكونوا بخير وعلى خير. اليوم كيما شفتوا معايا فيديو مغاير. اليوم غادي ندويو على البوليت جورنال او المذكره النقطيه. بوليت جورنال او البيجو هو دفتر اللي انت تتصميه او تتصيبيه على حسب احتياجاتك والطريقه اللي بغيتي. الدفتر بحال البلانر او اجندا تستعمليه في بزاف ديال الحوايج بحال الاحتفاظ بالذكريات، تخطيط المستقبل، كتابه المشاريع، تسجيل اي ملاحظه في هذا الكتاب. ماشي محدد، يعني ماشي تتحطي واحد المواضيع معينه اللي تتماشي عليها، يعني انت تستخدميه في داكشي اللي غادي يناسبك وداكشي اللي بغيتي. البيجو ممكن تحطي فيه مواضيع كثيره ومختلفه، وانتي حددي شنو بغيتي تكتبي فيه، يعني انتي صيبيه وقديه بالطريقه اللي بغيتي بالالوان والاشكال اللي بغيتي. هو ما فيهش قواعد اللي ضروري انك تتبعيها او لا تمشي بها. ما فيهش صفحات محدده، ما فيهش مقاطع معينه او محدده، حتى لعدد الاسطر، يعني انت اللي تتختاري وتتحددي داكشي اللي تناسبك وتلائمك. اللي تيعجبني في هذا البيجو هو انه تجمع لك كل شيء، اي حاجه ممكن تحتاجيها في دفتر واحد. اوليو لكل كتاب او لكل دفتر تحدديه لشي حاجه معينه، هذا كتاب واحد يعني تديري فيه كل شيء. هكا تلقاي كل شيء منظم عندك في دفتر واحد صغير، تتهزيه معك فين ما مشيتي، وتسهل عليك حياتك في التنظيم في كل شيء. واحسن من ان يكون عندك بزاف ديال الدفاتير او ديال لي زاجوندا وتتلقاي راسك تالفه بيناتهم. هاد البوليت جورنال هو اختراع امريكي من مصمم رايدر كارل. اللي زوين في هاد الأداة التنظيم الورقية هو أنه تيكون تخطيط ديال لي رونديفو، لي نوط، الأهداف الشخصية المهنية، تنكتبوه بطريقة مبتكرة وسهلة أننا نتبعوها. هو دفتر غير مكلف الصراحة. خلينا نبدأ ونشوفو كيفاش تنستعملو البوليت جورنال أو لا البيجو. أول حاجة في البوليت جورنال هي الكلمات المفتاح أو لا لي موكلي. هاد الصفحة تنحطو فيها رموز اللي غادي نستعملوها، يعني كل رمز شنو تعني. انا رمز مربع دايره هي مهمة، رمز الا كان ملون نص ونص لا يعني باقي ما كملتهاش، الا لونته كله يعني راه تمت المهمة بنجاح، الا كان داكستر يعني راه تانيولات، او لا جلتها، يعني كل رمز تيوضح ممكن انني نفهمه. يعني الرموز ممكن تغيروها على حسب اللي غادي يناسبكم. واللي بغيت نوضح في هذه النقطه هو هذا البوليت جورنال ما فيهش قواعد اللي انت ملزومه بها. مثلا هذه الصفحه ممكن تستغني عليها، ولكن انا صراحه نفضلها. الصفحه الثانيه تتكون مخصصه للفهرس، يعني القائمه ديال الصفحات، تدير واحد القائمه ديال الصفحات وتنسجل موضوع الصفحات وقدامها مواضيع ديال الصفحات اللي حاطه، وتنسجل قدامها رقم الصفحه باش تمشي ليها نيشان، يعني بحال تنرقم الصفحات ديال داك الدفتر، وتنحط كل موضوع قدامه رقم الصفحه هكا باش الا بغيت نمشي لشي موضوع تمشي ليه نيشان بلا ما تنضيع الوقت في البحث كاي كتاب. انا الصراحه ما تنخدمش كاع بصفه نهائيه هاد الفهرس. وهاد الصفحة هي مخصصة للمستقبل في لمحة، وهي اللي معروفة بالفيوتشر لوج. يعني هاد الفيوتشر لوج تنحطو فيه أجندة ديال أيام الشهر من يناير حتى لجوجمبر، يعني من جانفي حتى لديسمبر، أو لا ممكن ديروه من جانفي حتى لجوان، ومن بعد حتى تكملو دوك 6 شهور الأولى سمستر الأولى، عاد ممكن ديرو السمستر الثانية من بعد. أنا صراحة ندير الشهر كامل. يعني هاد الأجندة كما تتشوفو معايا حطيت الأشهر، قطعتهم من واحد الأجندة اللي كانت عندي، سواء تتكتبوهم بيديكم يعني على حسب الإختيار ديالكم. أنا غير جاتني سهلة أنني نقطعهم، حطيتهم وتتحطو قدامها، تتخلي واحد الفراغ، هذاك الفراغ اللي تنخليه باش تنكتبو فيه المواعيد، يعني المواعيد لي رونديفو والأشياء المهمة باش ما نساوهاش، خصوصا اللي تتكرر كل سنة.
مثلا اعياد الميلاد اللي هي تتكون مهمة سورتو الأشخاص اللي سيهموك اللي سيكونوا قراب الجديد لاسيغانس اللي ستكون كل سنة سواء لاسيغانس ديال الصحة أو لا ديال السيارة وصفحة خصصتها لأعياد الميلاد يعني حطيت واحد الكاب كيك وحطيت الأشهر ديال السنة وحددت يعني الايام اللي ستعني ليا في داك الشهر في اعياد الميلاد او لا لانيفيرسير دو مارياج او لاي حاجه اللي ممكن نتوما تحددوها في هذوك الاشهر. ميز اوبجيكتيف او لا اهدافي لهاد السنه خصصتها في هاد الصفحه ديال سواء في الحياه ديالي في الصحه في العمل يعني كل الاهداف اللي بغيت نحققها هاد السنه باذن الله. واش كل ما تتعجبوش هاد لا هابي ليست هاد الهابي ليست هي اللي تتخليك تكسبي بايجابيه بواحد النشاط واحد الحيويه يعني تتكسبي فيها اي حاجه غادي تخليك فرحانه سواء سافر لشي مدينه او لشي دوله يعني شي حوايج اللي بغيتي تحققيهم واللي ممكن انهم يرجعوك فرحانه وبغيتي ديريهم. أصعب صفحة عندي هي هاد الصفحة ديال تراكور دو بيجي أو الصفحة ديال المدخرات. كما شفتوا معايا هنا رسمت واحد لو شابو ماجيسيان حيت شي حاجة فريمون لا ماجي إلا ادخرت شي مونطون كبير ورسمت هنا يعني كتبت الأشهر من 1 حتى 12 يعني من جونفيي حتى لديسمبر يعني إن شاء الله أنا في ديسمبر غادي نكتب لو مونطون اللي وصلت ليه بداك لو شابو وكل شهر داكشي اللي دخلت مثلا دخلت 300 درهم غادي نكسب 300 درهم قدام شهر واحد شهر جوج يعني داكشي اللي دخلت ونشوف شحال غادي نوصل ان شاء الله في ديسمبر. انا باقي الصراحه ما حطيتش لو بيدجي يعني غنحط لو بيدجي الفوق شحال بغيت نوصل ونشوف اخر السنه لياش وصلت ان شاء الله يكون خير. هاد الصفحة خصصتها بشوبينغ ليست شوبينغ ليست اللي ستحطو فيها اي حاجة بغيتو تقداوها هاد السنة سواء للدار او للحويجات ديالكم او للوليداتكم اي حاجة خاصكم هاد السنة وبغيتو ديروها هاد السنة. وبهاد الصفحات غادي يكونوا خاصين بالاشهر او مونتلي لوك كما تتشوفوا عندي هنا درت ديجا الكالندري ديال العام كامل هنا غادي نبقى نحط شهر بشهر واسبوع باسبوع او يوم بيوم يعني انا في صفحه واحده جمعت المونتلي لوك مع الويكلي لوك مع ديلي لوك يعني اليومي مع الاسبوعي والشهر يعني التقويم كامل للشهر واليوم والاسبوع. وبما ان الشهر بدا يوم الاربعاء انا بديت من الاربعاء حتى النهار الحد يعني كما شفتوا معايا كل نهار حطيت قدامه النوت اللي بغيت ندير ها هما لي طاش اللي كنت حطيت هاد لي موكلي كما شفتوا معايا انا هنا ميركودي كنت درت بغيت ندير لاشين نمونتي شي فيديو او لا نسجل شي فيديو مي بحال ترومبورتا يعني اجلتو يعني كل حاجة سنحط في الاسبوع شنو بغيت ندير وسنحاول انني نفرقهم مثلا بحال هكا نهار الخميس كنت بغيت ندير الميناج صدقت درتو حتى نهار السبت يعني على حساب هنا لتحت تديرو بحال واحد الكونكلوزيون يعني شنو وقع في هذا الاسبوع يعني كما تتشوفوا معايا انا كل صفحه خصصتها باسبوع
قدامها تنحط لي نوت اللي مهمين شنو اللي بغيت ندير نتواياج اسبيراتور يعني اي حاجة اللي بغيت ندير داك الاسبوع شي حاجة خصني نتقداها او لا اي حاجة اي حاجة دي ماسك كل شي تنقيدو البروغرام ديال الاكل اللي غادي ندير داك النهار يعني اي حاجة تنقيدها ممكن انكم تديرو كل نهار في ورقة انا الصراحة باش ما نكترش عليا بزاف يعني اسبوع كافي انني نخدم فيه ونشوف البروغرام اللي بغيت في التحضيرات ديال اي حاجة ديال اي مناسبة عندي او لا تحضيرات ديال العشاء غدا الاشياء اليومية صراحة هاد يعني كل صفحة كافية يعني كما خليت صفحات هنا كل صفحة يعني خليت 5 صفحات يعني خمسة الاسابيع في الشهر كما ستشوفوا معايا انني حطيت غير جونفي باقي ما حطيتش فيفري انا تنفضل انني حتى تنكمل الشهر عاد تنبدا بروغرامي في الشهر الثاني باش حتى الا كانوا ديزا بريفي اولا دي نوت اللي خاصني نكتبهم في جونفي يعني تيكون عندي اسباس فين نقدر نكتب وهاد الصفحة معروفة بديلي هاب تراكر تتكون حاجة خاصة بالأشياء اللي بغيتي تداومي عليها في داك الشهر يعني بحال ريجيم رياضة شرب الماء قراءة القرآن تطور صحي يعني أي حاجة بغيتي تكتسبيها أو لا ديريها كعادات بغينا نخدمو عليها شنو تنديرو يعني تنحطو هادوك لي ديفي او لا دوك التحديات اللي بغينا نديرو تنحطو الاشهر من 1 حتى 30 او لا شهر شحال فيه وتنلونو الايام اللي درنا فيها ديك العادة او لا التزمنا بها هي بمثابة واحد الالتزام بينك وبين راسك تتحدي بها نفسك وبحال تتكون تحفيز باش تلتزمي بالعادات اللي جديدة عليك النقطة اللي بغيت نأكد عليها هو من الأحسن نمشيو شهر بشهر يعني هاد الأجزاء كلها اللي دوينا عليها من الأحسن نمشيو عليها شهر بشهر عاد من بعد نعمرو الشهر الموالي يعني عاد تندوزو لفيفري هكا حتى إلا كان شي نقطة أو شي حوايج بغينا نغيروها أو شي حاجة مهمة بغينا نكسبوها اللي طرات في داك الشهر سيكون عندنا واحد الإسباس سيكون عندنا واحد البلاصة فين نقدرو نكسبو مي الى كان ديجا عامر ما يمكنش يعني ما يمكنش لينا نغيرو ما يمكنش لينا نضيفو بزاف د الحوايج لهذا من الاحسن نبقاو غاديين هكا باش يبقى الدفتر منظم كيف ما قلت لكم قبل بان هذا الدفتر خاص بك يعني اي صفحه اللي غادي تكون مهمه بالنسبه ليك ممكن انك تضيفيها في هذا بوليت جورنال كما شفتوا معايا انا غادي نضيف حتى برنامج الاسبوعي غير باقي ما حطيتوش حيت باقي ما حطيتش داك البروغرام فينال اللي نقدر نحطو داكشي علاش يعني غير حطيت لكم واحد النموذج باش نوريه لكم وصافي كما شفتوا معايا انا لحد الان باقي هذا البيجو عندي خاوي غير بغيت نصور لكم الطريقه وهكا عاد غادي ان شاء الله نعمرو باذن الله مي اون اتوندون حطيت واحد البرنامج اليومي بالنسبه للعشاء كما تشوفوا معايا كما قلت لكم قبل بان عندكم حريه كامله في تقسيم هذا الدفتر يعني على حسب الاستخدام ديالكم الشخصي واللي زوين في هذه الفكره ديال هذا البيجو هو انها تضم واحد الفكره بحال فكره ديال لاجندا يعني اي حاجه شنو ممكن ندير انا اليوم وبزاف ديال الامور اللي ممكن انك تصيبيها مثلا الرسومات البسيطه اللي هي تتعبر على المورال ديالك يعني على المزاج ديالك كيفاش هو وممكن انك ديري واحد الكتابه ديال القائمه تديري فيها لي ليفغ اللي بغيتي تقراي يعني الكتب بصفه عامه اللي بغيتي تقرايها او لا قائمه ديال الافلام اللي بغيتي تشاهديها في هذا الشهر الفكره اللي بغيت نشير لها هي انكم ما تقيدوش باستخدام الرموز او لا تقيدوا برموز برسوم معينه غادي تقادي داكشي اللي يناسبك هذا الدفتر هو يعني مرآة اللي غادي تشوفي فيها راسك يعني غادي يكون معك في الاستمراريه السنه كامله غير هو يتخدم بطريقه مبتكره اللي تقدري تحليه يوميا تحليه كل ساعه يعني تتعبري على راسك فيه انا كنت جربت هاد الفكره ديال هاد البوليت جورنال
وصراحة كان واحد نتيجة مرضية في آخر السنة. داكشي علاش بغيت نشارك معكم هاد الفكرة. أنا تنشجعكم أنكم تديروا هاد التفسير ابتداء من اليوم، يعني هاد البيجو أو البوليت جورنال بدوه وما تقولوش غدا أو لا، بدوه اليوم. كاينين تفاصيل أو أجندات، ستيلو وبداي. كما شفتوا معايا هاد التفسير أنا كنت درته هادي شي سنتين دابا، وصراحة الحمد لله الحمد لله كانت نتيجة مرضية، وكان واحد التغيير صراحة في حياتي الحمد لله. اللي زوين في هاد التفسير هو أنه تتقدي فيه كل شيء، يعني كل شيء في دفسار واحد، أي حاجة ممكن أنا كيسكس بها في دفسار واحد. تنتمنى الفيديو ديال اليوم تكون نالت الإعجاب ديالكم، وإن شاء الله مزيد من الأفكار. أي سؤال بغيتوا تطرحوا أو لا أي بروبوزيسيون ممكن ترسلوني على الانستغرام، وتنضرب لكم موعد إن شاء الله في فيديو قادم بإذن الله.